كيف يمكنك إطعام جائع كل يوم من منزلك؟ لم تعد فكرة إطعام جائع قريباً كان أو في مجاهل إفريقيا بالأمنية صعبة المنال، فسلوك بسيط تعتاده تعتبره منظمة الغذاء والزراعة العالمية الفاو إنجازاً مهماً، لأنه يسهم بإنقاذ شخص من بين 821 مليون جائع حول العالم، أي ما يمثل نسبة واحد من كل 9 أشخاص على كوكب الأرض بحسب إحصائيات برنامج الأغذية العالمي. 1.3 مليار طن من الطعام تهدر سنوياً، جزء كبير منها في الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي، ومعظمها في شهر رمضان المبارك بمعدل 250 كيلوغرام لكل فرد، فيما تسهم أفكار بسيطة كهذه بمنع هدر المياه والغذاء بتأمينها كميات مناسبة للاستهلاك الشخصي من غير زيادة. أول شيء نحن قمنا بالتوعية والتثقيف في المجتمع من خلال برنامج سفير حفظ النعمة، اللي هو نشر الثقافة في البداية على المؤسسات الحكومية والخاصة والمطاعم وكذلك المجتمع، بحيث أنه يكون هذا الشخص السفير ويتم توعية الموظفين الموجودين في هذه المؤسسة ويتم إرشادهم على أساس أنه ينتقل الوعي من المؤسسة إلى البيت وكذلك إلى المجتمع، وكذلك يتم إعطاء الناس إرشادات إذا كان عندكم وجبات غذائية بإمكانكم أنكم تعطونها للناس المحتاجين، بحيث أن تكون هذه الوجبات صالحة. ومن ثم اتفقنا مع بعض الشركات على أساس أن يتم تدوير هذه الأطعمة اللي غير صالحة لتدويرها للعلف الحيواني، يتم تدويرها إلى سماد عضوي. طبعا احنا قعدنا مع المطاعم والفنادق ان هم يقدمون العرض للكاستمر الموجود او يقدمون العرض للعميل الموجود عندهم، بحيث انه يعرضوا له ان ممكن نحن نعمله تيك اوي او ناخذه عنده عن تاخذه معك انت الطعام. في عام 2012 أطلقت الأمم المتحدة تحدي لزعماء وأفراد العالم للقضاء على الجوع، فبحسب إحصاءاتها لو وصل تعداد البشر إلى 9.6 مليار شخص عام 2050 فسيحتاجون إلى 3 أضعاف الموارد الطبيعية الحالية، بينما يكفي ربع الطعام المهدور حاليا لإنهاء الجوع في العالم، ويكفي ثمن الطعام المهدور عالمياً خلال عام واحد لبناء 670 ناطحة سحاب أو شراء شركات جوجل، مايكروسوفت، فيسبوك معاً. حلول عديدة قدمتها المنظمات العالمية، منها استخدام الذكاء الصناعي في تجربة تطبيق ويستليس الذي يقوم بتخفيض تلقائي لأسعار المواد التي قاربت انتهاء الصلاحية، ما خفض الهدر بنسبة 30% لدى مستخدميه. في بريطانيا وإيرلندا يتم استخدام صناديق قمامة بكاميرات تقيس كميات الطعام وتعطي بيانات بحالتها وأسباب رميها. أما في ألمانيا فإن بعض المطاعم تفرض ضريبة على الطعام المتبقي، فيما اقترحت على التجار تخفيض سعر الخضار والفواكه الأقل جودة والتبرع بالباقي منها وتحويل التالف كغذاء للحيوانات أو سماد للتربة، فينتهي بذلك هدر أكثر من ثلث المحصول العالمي لها. وفي الصين تمت تربية الديدان على بقايا الطعام لتحويلها لسماد عضوي. أما بالنسبة للأشخاص فيمكنهم التسوق بما يحتاجونه فقط، طلب كمية أقل في المطاعم، حفظ الطعام بطرق مناسبة واستهلاكها بالكامل بدءا بالأقدم. عادات بسيطة تضفي مفهوما جديدا للصدقة والسلوك الحضاري، تبدأها في منزلك لتوفر لقيمات تسد بها رمق غيرك. إناس محمد، إرام نيوز.